سيفنا العالية للأمعاء الخاوية للأمعاء الخاوية يا جماهيرنا الشعبية يا جماهيرنا الشعبية خلوا لغاية الآن هناك 30 أسيرا بطلا يخوضون هذا الإضراب ويمكن أن تنضم قوافل أخرى في حال لم تستجب إدارة مصلحة السجون. هناك أكثر من 700 أسير معتقل إداري على أمل أن تدخل قوافل أخرى تنضم لهذا الإضراب في حال لم تستجب إدارة مصلحة السجون للاستجابة لقضايا الأسرى المطلبين. فجر غضبك بالمحتل هذا الاعتقال الإداري هو اعتقال جائر وغير قانوني، هذا اعتقال يعني باعتقال لأسرى قضوا سنوات طويلة كمان في الأسر ودائما يعني بيروحوا باتجاه إنه في هناك ملف سري، ولكن هذا الاحتلال يهرب من مسؤولياته إنه يتم تحويل هؤلاء الأسرى إلى التحقيق لأنه بيقدرش يثبت عليهم أي قضية، بيتم تحويلهم لسنوات طويلة من الاعتقال الإداري. نناشد جميع المؤسسات الدولية وناشد جميع المؤسسات في داخل الوطن بالوقوف إلى جانب الأسرى في سجون الأسر. كيف النام مرتاحين؟ كيف النام مرتاحين؟ وهم الأسرى بالسنازين؟ هم الأسرى بالسنازين؟ كيف النام مرتاحين؟